انا عطوني ابونا بلاك ذاب احنا الجوع من الصبح لحم كل واحد قسمه بس ذبحنا الجوع يا ريت يا ولد ماشي من الحجاز على الجوع ذاب احنا لين وصلت هالحين انا ابو وتل اكل النتفه فصمد لا ما يا عمي وزع المونه طيب انت وزع وزعها الحين وزعها واعطيك لنا حقه بلا اقتصاد ما هب اللعب الطليان سته في الثلاجه والارزاق عنهم للدنه لكن بترتيب يا سلام إيه؟ ولا تصرفونها يوم واحد لا تلعبوا فيها صلوا على النبي يا شباب اللهم صل على عرض مني انا يا عبد القادر هذا الكرسي واللي بيطلع فوق تبون توزعون معنا طال عمرك تعطونا التوجيهات فقط ما تشيلوا ولا شيء أيوه. الرجال اللي بيطلع فوق عدلنا بدون ما يطلع الكرسي والله لازوجه على مشهد الرجال هذا الحاضرين وعلى مشهد اني لا زوج خل على كرسي الرجال اللي بيقعد على كرسي عدوا على كرسي ابوي زوج انا تعوره خل على كرسي سكاي والله داري تعال تعال على كرسي على كرسي لا لا يا اسمع يا شهراني خله على الكرسي بدون تدخل احد نعم تم يطلع على الكرسي اي بدون تدخل احد تم 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 نبى الحرم اللي يقول الشهراني يا عم سعود ما شاء الله عليك ليتك في الصلاه كذا عند الله اطيب الحور العيد ما شفناك تروح كذا بالصلاه بيني وبين الله قبل اللي انت فرطت ابشر بسعد هم وين شهران والله ابشر بسعد ابى اشوف العم سعيد عشان زوجه مره واحده زواج جماعي اطلع عمي جاهز لحظه اي جاهز اي لحظه لا 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 امي عمتي وانا انت رايح وقف اخليته بالقاعده اللي قلناها قلنا بدون مساعده لا زواج ولا هم يحزنون خليته بيده يا حكم يا حكم ما طبقوا شروط الشهراني بطلت يا اخوي جوز لي انا لا جوز سعيد سعيد تقول ربعته جوز لي انا ما احد ربع يا عم سعود الخير يخص والشر يعم قاله الاولين وهو ساعدك وخلف المسابقه يا عمي يا عم انا ما احد ربع يا عم سعود الخير يخص والشر يعم قاله الاولين وهو ساعدك وخلف المسابقه يا عمي يا عم انا ما احد يرضى انت مسمع انتم تبون الزواج من الشهراني الشهراني ما زوجنا ما زوجنا هيا كل من هذاك وشوفوا شوفوا عقابه عقابه لكم انزلوا لا يقول العرب بجوزكم هو كذاب لحظه صلوا على النبي عمي سعيد ان جتكم مساعده من اخوك يا اخوي انا اقزم من الارض اللي هنا ليش اسمع ترى الفارم على وجه لحظه صلوا على النبي عمي سعيد ان جتكم مساعده من اخوك يا اخوي انا اقزم من الارض اللي هنا ليش اسمع ترى الفار موجود ها الفار موجود اسمعوا الحين اللي ينزل نزوجه شل الكرسي لحظه عمي سعيد عين فرار مش بعيد هذا عين فرار يا اتحداه يا انزل والله لا تطيحك ولا تطيحك بنزل عمي تقدر تنزل والله خرب المقراس على اللي ظل يروك على مخسام والله نلقى كسر مضاعف في مستشفى حارب يا غازي تعرف من اول يصلي معاك كراسي الحين على على الارض والله على الارض والله لحظة طيب لحظة انت 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 فزت في الصعود عمي سعيد خسر في الصعود جنبه شوي عمي سعيد تقدر تنزل؟ ايه جاهم صامل فيها ترى ما هم صحيح يقولها على ظهري على ظهري على ظهري ما انت بقادر بس انزل والله ما تنزل اسمع يا عمي انت نزلت زوجناك والله اني معك زواجكم لحظه صر تدبان طلعت تدبان حرامي تدبان حلال توكل على الله هي 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 والله ما حولكم فوايد والله لا زواج ولا ورا الزواج كلها تذو حسي لكن كل المونة الستة طليان والمونة عنوها تعالوا بنوزعها عليكم وبالعافية ولا واحد يفتح فمه والله والزواج لا تطرون انتم تذبان حتى اللي يزم وجهه يكفل
عطهم يا عمي عطهم. يلا شيلوا 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 شالكم الله. ما فيكم خار ولا انتم ولا مالك ولا كل هذا نجل وروح لكم. انا وين فال اصحابي المتران تعال 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 اصحابي ايش معنا خذوا خذوا المتران ليش لا ادري انت ادري بالك انا طيري ليش لا هم طاري جاره وصحيبنا ومع بدرة قال لي اكل الخبز اكل انت ما بترك مليان بيض الله وجهك وزع ونزلوا اللي في الشاحنه ومحاركم زوار شيباني تعال يا لا كافل من وجهه ويبوق كافل من وجهه يا غازي انا خربتها ضربوها يا عمي ايه ابشر بيض الله وجهك شنو والله باللي يزوجكم ان شاء الله شيبانيه شيبان ابغى اجمعهم بوحده ابى ازوجكم شيبانيه انت وش تبغى ابغى العصير العصير هذا المن عطوا خبوه تعال ليش تعطي الشيباني اثنين الشيباني يقول ابى اجوز يا بخدي سيد ابن الذين ظلموا عطوا خبوه تعال ليش تعطي الشيباني اثنين الشيباني يقول ابى اجوز يا بخدي سيد ابن الذين ظلموا لا يا ابوي ضعيف لا 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 ما يقدرون ما الشياب وصلنا مخيم الخزامة وهذه النبتة الشهيرة بالمملكة نبتة الخزامة أو ما يسمى باللافندر. شكرا للأمير محمد بن سلمان أميرنا وتاج روسنا اللي من هالنبتة استوحى لون السجاد الملكي اللي يفرش في المراسم الملكية. خلونا نشوف تقسيم الغرف في مخيم الخزامة. خلونا نشوف الخيمة الأولى من فيها. بسم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة. ما شاء الله الحفراوي وابو العلا. مرحبا مليون. يعني المسؤولين عن الإعلانات والأمور التجارية موجودين هنا. والله أنا نصيحتي لكل مؤثر بالسعودية إذا صار عندك تأثير عالي وكلمة قوية في السوق استثمر في الناس قرايبك بدال ما تروح تشتغل عن طريق شركة تسويق ناس ما تعرفهم مثلا خل ولد عمتك وأخوك يمسكون الشركة ويسمونها الحلول المدروسة للتسويق واشتغل انت بنفسك واخدم عيال عمك والناس اللي حولك يا ابو ربيع هذا والله من دعمك وبركاتك خل البركه تحل لا لا الله هذا كله ان شاء الله ببركتك والوعد نسيل الله كل واد يا الوعد رمضان شيء كسر الدنيا خرافي يا رب يا رب ترى رمضان شيء يا ولد حريقه يا ولد شفته في رمضان اكرب حزامك تحزن بس باذن الله بتشوفون الحلول المدروسه في قادم الايام من أقوى الشركات اللي تسوي الحملات الدعائية والإعلانية. شوفكم على خير. خلونا نشوف الغرفة رقم 2 من فيها. السلام عليكم. الحب. السلام. ما شاء الله يا النشاط. يا ولد إيش هذا؟ هلا أبو ربيع. بارك فيكم ربي. يا غزي أنا اخترت علاوي معي في الغرفة عشان هو نيس. مسجل متحرك. لا يشخر أول شيء في النوم. ما يقوي الغرام. والله بعد عيونك على الدنيا السلام كنترول لو سمحت نبغى حب قلبي خضر انا الايام هذه كيف نخفي حبنا والشوق فاضح وفي ملامحنا من اللهفة ملامح لا نبغى لو سمحت بمناسبة المحمية نبغى غزال يا اخوي خلنا انت غنى فيه لن نرجع يا غزال انت ربيته خمسة اعوام واسكيته كل يوم طيب و...
واقبل انذيب واشتله يا غب. الخيمه رقم 3 الصياح اكيد سعيد فوزة. السلام عليكم. سلام عليكم السلام. والله ما الومك يا مطير يوم انك عصب راسك. الاذى كله يا هلا والله يا ابو ربيع. تكسب دم والله انك تكسب ذنب يوم انك حطيتني مع الادمي هذا. جود انا ما ادري شلون صابر على نفسي، ما ادري شلون هذا صابرين عليه. والله انك تكسب ذنب انك حطني مع حد ما مشغل صاله وتالي الليل. انا اتوقع اني بدخل قبر واصاله فوق راسي، قسم بالله اللي صار. ورجال بعد يشغل صاله وهو نايم؟ وهو نايم يقول عشان ادخل جو في النوم. والثاني شيء ثاني رجال بارد، تعرف بارد والله. يمشي والله ما بحاول. كيف يمشي كيف يمشي؟ والله العظيم انت ليش عصب الراس؟ يا ولد صدع راسي ولد من جيل، اقسم بالله انه زعلان اصلا من قبل صدع راسي ما بنحاش. فمان الله. تعال غيرني مع ابن عمك، لا تخليني اجلس معه. يا مطيري معاش من يضيمك، ما عليك اسنعك بس ارقد. يا ولد المنبه شغال من الحين. بس والله اني مسنعك ابك سعيد. اشوى واحد. نعم اشوى واحد في عيال عمي ارقد معي. نعم يا ولد اشوى واحد. الخيمة رقم 4. سلام عليكم. سلام مرحبا. هلا هلا يا شهراني. هلا بالشيخ. يلا حيا. هلا بمشي. الله يسلمك. هذه أفضل خيمة وأنظف خيمة في المخيم كامل. يعني ترى بذ أنظف خيمة والمنديل تشوفه طايح. لا يمكن الهواء. الهواء الهواء يمكن جابه. هو داخل غرفة احنا مكسبين بموت حر. لا انا عشان مشرع ان الباب انا الهوا يمكن طيره وجاب. اسمع يا مربي بعدين اسمع، ترى انا بلعاني باخذ عبد القادر الشهراني. عشان ايش يا غازي؟ لم في ناس يا ولد المنديل تشوفه وراك. تشوفه وراك اهبل انت. يمكن الهوا الهوا يا الربع الهوا. صدقني الهوا جابك. لو 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 مثلا سعيد فوزان موجود هنا بالخيمه بقول لك انت تشوف المنديل الهوا يا ريجي الهوا. اكتب علامتك والهوا. خلونا نشوف الخيمه الخامسة. يا هلا الدار. سلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بالشيخ ابو عقاب. حياك. وهلا ابو ولده الشيخ ابو عقاب بعد. والله كلا ابشرك السعود ومود وشيء طيب. غريب السلطان ما قال بروح اجلس مع الشباب، مع انك انت شباب يا ابوي. السلطان هو مدرستي، وين يروح؟ لازم يقعد معايا. بعدين الشباب هم احرف ارسل يجيل بشيء ولا يودينا ولا يجيبنا، بس يروح مع الشباب يقعد في خلي ابوه. يا حبك لا تظبط يا ابوي انت عشان ما تبين الصلعة. طيب هي ما بين الصلعة انا، انت تقول شباب وراسي اصلع ما تصلح. بين الله وجهك يا ابو عقاب. وجهك يا بيض. بعدين الشباب وش وراهم يا غازي؟ يودينا على الشباب. هذا يا اخوي الحين اخذ تمشيه وبر والدين، كل شيء نسويه يا ربي لك الحمد. ودعوة مستجابة، انت تدري حتى من البارحة الجمعة ان ابوي يدعي لي، اعطاني واحدة دعوة دعوتين، هذه مش احسن منها، ما تلقاها. يا ربي لك الحمد. الشيء الثاني انا عندي شراه، والله بعض الشباب عن يروح ويسافر ويجي، اعظم متعة ابوي يمكن يعرف الشيء هذا، لان 10 سنين بذات الوقت هذا انا وياه ومقرن في جنوب افريقيا. معه، ويا ربي لك الحمد، والله ان امتع رحلات حياتي اللي اني اروح معه. بعض الشباب تلقاه ما يحب يروح مع ابوه. وبعض الشباب اذا راح مع ابوه كان يومها اسود عليه. لا حول ولا قوة. فهذه المصيبة. حاول يتخلص من الشايب. حاول يتخلص منه، ما يبغى غير شباب. ليش يحاول يتخلص من الشايب؟ يبغى زباله، يمكن عنده بعض الاشياء يبغى. وش انهي بعض الاشياء؟ اما تدخين اما شيء اما زميل اللي ولا شيشه بربربر. اي ولا الشيشه اللي يقول الرجال بربر، ولا مع زميل اللي بيهرج فيه في علوم خاصه، والشايب كل ما جاء قال تعال وين رايح؟ وين جاي؟ طيب يا ابوي بالله يا ابوي نزل العمامه يا ابوي. ليش؟ ما عليك ابو زيد معروف انه بشمال. طيب انت وش تستفيد؟ انت خلي الناس يشوفون صلعتك، وش المشكله يا ابوي؟ بس يا قلبي انت. الله يخليها لك. انا تقول مدموك تقول تقول ايش؟ تقول مطار المزه في سوريا. الخيمه السادسه. اوه خيمه القنوص هذه. هلا ابو ركان. ارحب يلا حيه. وش علومك؟ والله بشرك احمد الله. الصيد متى؟ الصيد شوي، ابشر بالعلم الطيب ولا تذوق فعل غادر ان شاء الله. بيض الله وجهك. بس عطر الصيد. عطر الصيد انا يجي وقت الهدى. ها؟ ابشر والله بالصيد يا مرحبا. انت ليش تركن السرير وراقدن في الارض؟ والله ما داني السرير. ما داني السرير، خيمتي انا وعلى فرشي. وانت انت متحزم ولا شو مسوي؟ متحزم لليوم الاسود يا خال، الواحد ما ينام غير محزمه ان شاء الله، وان شاء الله انه قد التحدي. يا خال السرير والله ما احبه. ليش؟ والله يوجعني في ظهري. الارض القاسيه احسن، ودي والله والود ودي انام على جنوب الحصى ذاك اللي وراك.
لحولي والله وش السرير مستحيل يا من الله عناه وجاهد لا لا ما في عنا بالعكس يا اخي هذه عافيه والله عافيه وبعدين يا اخي الواحد في جو زي الجو اللطيف اخوه النشامه هذه هذولا ودك يغني زي ما تقول جورج سوف اللي يقول حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه ويقدم احلى فرحه ومعاها متمسه ولا شفت الولد الحلو هذا غني الحلو من انا يا حلو مني ما شاء الله ما شاء الله انظري مين هذا احلى واحد ما حد قال لي خرب سيف تدري يا شفتها غني وايش كاظم الساهر اقول يا ساكنه حينا والله قتلتيني يا ساكنه حينا والله قتلتيني يا ساكنه حينا والله قتلتيني ما كانك عايش في الصحراء حتى السيرفس عمال النظافه عزكم الله ينظفون الغرف ودورات المياه باستمرار يعني تروح للمقناص ترجع تلقى غرفتك نظيفة انها مفاتيح خزنة شبيك لبيك تعرف شبيك لبيك اللي يقولونه ايه عانها لقيتها ضايعة مدري طيحت من الناس هذه يا طويل العمر هذه حقة شبيك لبيك تبى المرجان تبى الذهب والجناحات القديمة ايه هذه مفاتيحها هذه مفاتيح جيمس والله ما ادري جيمس ولا لا مفاتيح جيمس او كان مفاتيح خزنة تقول مفاتيح الدراهم من بيطرح لك دراهم يا ابو سعيد يمكن في الخيام انت مثل من اول يوم من انت حلم بالكنز اللي يمكن اطيع على كنز يوم نكشت معاها الميداليه ذي كم لها سنه والله يشوفها نوري يعني لها فوق 30 سنه ذي الميداليه ما عاد تلقى لها هذه اللي تقول بوك مفاتيح يقولون بس انا احس انها مفاتيح خزنه طب انا ندور خزنه والله ما بشيء يمكن دفن هالرجال في حوله حصى هذا الطبقان هذا اتلا ابو سيف هذه لا تقول بر لين توتيه يا اخي يا ابو سيف هلا بحكم الخبره والمقانيس وش اطيب سلب كيف اعرف ان السبوق ويبي يجيب الصيد شف العدس همن خفي هذا اول شيء والكلب اصيل مثل مربط الخيل اللي صار مربطه اصيل يلحق الكلب ما عليك من الوصف يعني اهم شيء الساس نعم اهم شيء الاساس سبحان الله حتى الحيوانات يبحثون عن الاساس نعم لا يغرك زي البعير يوم يدورون نعم اساس لا تدور كبر وعرض فطحه وبوز ورقبه ونحر وفخذ وما ادري ايش يمكن الاساس طيب وتلقاه قحيرين هكبه لكن يلحق ويفعل مثل الطيور ترى قلوب بعض الطيور خشتن هذا كبره ما يطرح الحبارة وبعضهن كبار ميدالية ذي والله يمسك الحبارة انه يفك نحرها بك بالصيام فلا تغرك المظاهر والاشكال عليك بهذا يصير قلب الصامل وعلوم الصامل هالطير يفعل مرة سبحان الله تقوم فاتح شباك البيك ابن حميد كثير خرجوا في الدق سواء بغنية ولا بقصيد سواء دق نجير ولا دق باب ولا دق مع قلب وكلها يقول ابن حميد النجر طق وجاد ابن كل مرار ما لفه الملفوف من دون جاره وعاصي حلاني وش يقول وش يقول يقول ابوابه دقيت ما في حد لقيت وميار سليمان وش تقول تقول اول مره ندق الباب عرفتك انت من الدقه قلبك الله الباب يزيد ودقت ودقه اول مره ندق الباب عرفتك انت عماني ستوركم مهبزانه وجالسين عند الداخل والله انا مضر مر البرد ذبحنا نبا وجارنا البرد ذبحك ما جاك برد لهالحين والله جاني مرتها جلدي سخيف وانت جلدك متيل جلدك سخيف وانت ما شاء الله على يدك عنك حتى ما قد حطيت عليها وازلين الحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن يوم شدان الحبل وانت تخلينا كلنا نطل خليكم حتى الحين بس اتعب سعود تحب توهم المتابع وتوهم الناس انك تعبان وانك ولا جاء الله الله اطرحتنا الحمد لله